معنا من فيينا كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس قسم الضمانات سابقا الدكتور يسري أبو شادي. دكتور يسري، أهلا وسهلا بك. دعني أسألك فقط عن هذا النهار الأول لهذا الاجتماع السنوي، وهو الذي تسيطر وتخيم عليه أو يخيم عليه شبح محطة زاباروجيا. بالفعل النهاردة الاجتماع الحقيقة كان مرهق شوية، لأنه حصل كلمات كتير وحصل يعني بعض المشدات نقدر نقول، لكن زي ما حضرتك قلتي التركيز الأساسي كان على مفاعلات زاباروجيا والموقف الأوكراني في أوكرانيا. والحقيقة اقتراح الوكالة ومديرها بإنشاء منطقة آمنة في حدود مفاعلات زاباروجيا، بحيث تمنع فيها نهائي القتال ووقف إطلاق النار، لأن طبعا الخوف من حدوث كارثة نووية نتيجة القصف المتبادل واحتمالات طبعا إصابة المنشآت النووية وانتشار الإشاعات. إذا الموضوع ده أخذ حيز كبير. النهاردة اتكلمت يمكن أكثر من 35 دولة، تقريبا ما فيش دولة فيهم ما ذكرتش موضوع أوكرانيا. الأغلبية العظمى بيتكلموا على أوكرانيا، وبصورة خاصة الدول الأوروبية اللي كانت بتلوم الجانب الروسي بشكل حاد جدا، واستخدموا الحقيقة عبارات قوية جدا، الإرهاب الروسي والغزو الروسي والكلمات ده هي. وأوكرانيا اتكلمت برضو في نفس الموضوع، واتكلم برضو بشكل يعني دراما شوية عن اللي بيحصل في بلاده. الروس كلموا برضو في نفس الجلسة وفسروا، قالوا لا، في كثير من الحقائق دي ما هيش حقائق، هي مخالفات، وإن إحنا يعني كروس إحنا اللي جهزنا السفرية بتاعت الوكالة، وإحنا اللي قلنا من شهر يونيو وإحنا بنطالب الوكالة إنها تحضر، وإحنا بنشكرهم إنهم حضروا فعلا في سبتمبر، ورغم إن كان في قصف، وبالنسبة لروسيا القصف ده من أوكرانيا، إلا إن الوكالة بشجاعة طيبة الحقيقة كملوا المأمورية وسابوا حتى المفتشين هناك. هذه الاتهامات المتبادلة دكتور يسري يعني نسمعها في الإعلام منذ أيام وحتى أشهر، خاصة فيما يتعلق بمن هي الجهة التي تطلق النار، ولكن أوروبيا، وذكرت في بداية إجابتك أنه كان هناك مشادة، هل هناك أي اختلاف في المواقف الأوروبية؟ الحقيقة النهاردة يمكن أنا فوجئت بالكلمة اللي قالها وزير الخارجية في المجر، لان يعني انا عارف ان في بعض الخلافات، لان المجر في رايها ان هي محتاجه للطاقه، والطاقه النوويه تمثل 50% من الكهرباء بتاعه المجر، زائد ان هم متعاقدين دلوقتي او في بدايه تعاقد على مفاعلين ضخمين في المجر، وكل المفاعلات المجريه كلها روسيه، الوقود النووي روسي. بالنسبة للمجر دي قضية حية وأساسية، لكن يبدو أنه صدر بيان أو حاجة في بروكسل في بلجيكا من الاتحاد الأوروبي بيعني بيدي الإيحاء بأنه هو ممنوع يا مجر أن أنت تتعاملي مع روسيا، ممنوع أن أنت تاخدي منها مفاعلات أو حتى الوقود النووي. فكان وزير الخارجية الحقيقة منفعل بشكل حاد، لدرجة يعني قال إحنا الأمن الوطني القومي وقراراتنا قرارات سيادية، ومصلحة بلدنا أهم من أي حاجة، ولن نقبل بأن حد من عاصمة أخرى زي بروكسل يملي شروطه علينا. والحقيقة كان الرجل منفعل بشكل كبير جدا، ولكن الغريب أنه أخذ تسقيف، يعني زي ما أنا لاحظت في القاعة أخذ تسقيف جامد. طيب. طبعا ما ننساش ان الوكاله 175 دوله، والحقيقه اغلبهم هي دول ناميه، دول افريقيه، دول اسيويه، لكن اللي طبعا في مركز السلطه في الوكاله هي الدول الغربيه، لان النهايه مجلس المحافظين اللي بيتكون من 35 دوله يمكن ثلثينه يا اما دول غربيه او يعني يميلوا للغرب. طيب. لكن المؤتمر العام مختلف. دكتور يسري، هنا اسمح لي أيضا، هل
أعلم أنه المؤتمر السنوي في يومه الأول، لدينا 4 أيام أخرى حتى 30 من هذا الشهر، ولكن هل طرحت أي أنواع من الحلول فيما يتعلق بأوكرانيا، فيما يتعلق بالمحطة النووية والمفاعلات في زاباروجيا؟ هل هناك يعني لمست إمكانية للاتفاق عليها بطريقة أو بأخرى، خاصة وأنه كما ذكرت زيارة المفتشين حصلت؟ بالظبط، ومش بس زيارة، ده احنا دلوقتي عندنا مراقبين ثابتة وبتبلغ، وهو قال مدير الوكالة النهاردة أعلنها، قال احنا بنبلغ ونبلغ اللي بيحصل، ان لو في كل يوم والتاني ضرب والضرب ده وصل خطورته وصلت لفين وإلخ، احنا هنبلغ. لكن النقطة الأساسية اللي هو ركز عليها مدير الوكالة واللي طرحت في الحقيقة، سواء طرحت على المجلس المحافظين قبل كده من أسبوع أو 10 أيام، أو طرحت حتى في الأمم المتحدة في الجمعية العامة، كلها واخدة موافقة يعني الأغلبية الكبيرة، إن هي إيه، إنشاء منطقة آمنة حول مفاعلات زاباروجيا. حتى روسيا مستعدة للخروج؟ والله السؤال، هي الروس بقى جا جاوب، لما جا جاوب قال اولا احنا ما عندناش قوات عسكريه جوه زاباروجيا، واذا كان في عربيات، بعض العربيات اللي هي الوكاله شافتها، قال دي مش عربيات قوات مسلحه، دي عربيات خدمات، احنا بنساعد بس المشغل للمحطه للصيانه للحاجات دي، لكن احنا قواتنا بره الموقع اصلا لحمايه الموقع. ده وجهة نظرهم، يعني ان هي مش موجودة من اصله. لكن السؤال، طيب ليه في ضرب نار من الطرفين؟ يعني انت هنا بتستغل الموقع بتاعك من ناحية ان انت بتضرب وانت جنب الموقع، التاني لما هيرد عليك ما ممكن هيغلط ويضرب في المنطقة. فالحقيقة لازم القتال يكون بعيد عن الاقتراح ده، اعتقد انه واخد اغلبية عظمى من الجميع، ما فيش حد هيقول لا، يمكن بس الروس عنده شويه تحفظات، لكن غير كده لازم تكون منطقه امنه، لان احنا ذكرى شيرنوبيل مش بعيد عننا ابدا. واضح. طب ماذا عن ايران دكتور يسري قبل ان ينتهي وقتنا، ماذا فيما يتعلق بالملف النووي الايراني، خاصه وانه الواضح بانه النقطه التي تعيق العوده الى هذا الاتفاق هي قضيه الوكاله والتفتيش، وكان واضحا اليوم الحديث الايراني بانه لن يسمحوا بتفتيش مفاجئ. بالضبط، الحقيقه ايران اخذت زي ما بيقولوا لو بروفايل، ما كانتش هي الموضوع المعتاد اللامع. بالعكس، لدرجة ان انا اندهشت ان الدول الغربية وهي بتتكلم كل تركيزها على اوكرانيا، وايران بتسكر على الهامش كأن هو مش هو ده الموضوع الجد. النهاردة كان مطلوب فيه اجتماع الصبح الساعة 9، وتأجل حاجة بسيطة بين الرئيس الطاقة الذرية الإيرانية محمد الإسلام وبين مدير الوكالة. اعتقد ان بيحاولوا يوصلوا الى تفاهمات، يعني من خبرتي انا بقول انه ايران والوكاله قريبين قوي الوصول للتفاهم، لان المشاكل اللي اعلنتها الوكاله يعني في تقديري الفني انا ماهاش مشاكل خطيره ولا حاجه، وتكررت وبتتكرر كتير، ومجرد هي تفسيرات، لان ايران لو كانت عايزه تعمل برنامج خفي سري حقيقي مش هتسيب الآثار الساذجة يعني اللي اتلقت، يعني مش هي دي، ده أكيد عندهم حاجات تانية لو هم عايزين يعملوا حاجة تانية. إذا الموضوع ده موضوع شكلي للمفاوضات بتاعت فيينا والوصول لاتفاق. النهاردة الوضع زي ما أنا فهمت النهاردة من لقاءاتي المختلفة، خلاص الوضع في إيد بايدن، القرار قرار بايدن النهاردة. إنت عايز ترجع، خلاص خد قرارك. في ضغوط عليه شديدة، وخاصة ضغوط إسرائيلية، وبالذات الانتخابات الإسرائيلية دي هي اللي يمكن المشكل الكبير دلوقتي، لأن هو هيجي في أنهي صف ولا بتاع، هم مش عايزين أي اتفاقات، لكن إذا كان تقديري أنا الشخصي هم مش بعيد أبدا على الاتفاق. شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا من فيينا، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس قسم الضمانات سابقا دكتور يسري أبو شادي، شكرا جزيلا على مشاركتك معنا.